طبق اوقاتكم مشاهدينا، واهلا بكم في لايف ونناقش فيه. في اسبوع ليبي القاهره تستقبل سلامة وصالح وحفتر. ونفتح في حلقه اليوم ملفا اخر. داخليه المؤقته تحيل 416 قضيه تزوير في الرقم الوطني للنيابه العامه. أهلا بكم في لايف وإلى تفاصيل هذه الحلقة. في تطورات جديدة على المشهد في الساحة الليبية، لقاء يجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بغسان سلامة في العاصمة المصرية القاهرة اليوم بحسب مصادر خاصة لـ 218. تساؤلات عديدة تطرح عن مدى أهمية اللقاء من حيث الزمان والمكان، إضافة إلى البحث عن الحلول الغائبة. بعيدا عن القبتين، قبة البرلمان ومنطقة القبة، يلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، هذه المرة في القاهرة التي تشهد حركا سياسيا وعسكريا جديدا تجاه ليبيا. سياسيا، ثمة اجتماع جديد لدول الجوار نهاية الشهر الجاري يتم فيه التطرق لشأن ليبي تمهيدا لمؤتمر باليرمو. وعلى الصعيد العسكري، فإن جهودا تقوم بها مصر لإعادة مسألة توحيد المؤسسة العسكرية إلى الواجهة. فما الجديد إذن في اجتماع عقيلة بسلامة؟ وما هو المهم لديهما بقدر أهمية الزمان والمكان لكل منهما؟ فأهمية الوقت لدى سلامة تعد هي الأولى، خاصة وأنه خسر الكثير منه في أولى مراحل تنفيذ الخطة الأممية المتمثلة في تعديل الاتفاق السياسي. وفيما يبدو أن نظرية عقيلة لم تتغير سوى في المكان، إذ عادة ما تتم لقاءاته مع زواره السياسيين في إحدى القبتين. النقاط ذاتها سيتم التطرق إليها بين سلامة وعقيلة، وإن استجد شيء فالحديث عن مؤتمر باليرمو سيكون من أبرز نقاط اللقاء. تحركات جديدة وبحث مستمر عن حلول غيبها السياسيون عن ليبيا التي افقدتها كثرة الاجتماعات واللقاءات بوصلتها، مع استمرارية لانتشار السلاح فيها والذي يحتاج إلى وقت لجمعه. في غضون ذلك، تواردت الأنباء عن زيارة محتملة سيقوم بها المشير خليفة حفتر إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفق معلومات صحفية، فإن اللقاء سيناقش بصفة أساسية المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه إيطاليا في مدينة باليرمو خلال شهر نوفمبر المقبل. وأعلنت الصحافة الإيطالية تلقي المشير حفتر لدعوة رسمية سلمتها نائبة وزارة الخارجية في زيارتها الأخيرة إلى شرق ليبيا. لمناقشة هذا الملف اليوم في حلقة لايف، ينضم معنا من العاصمة المصرية القاهرة الصحفي المستقل والمهتم بالشأن العام السيد فوزي الحداد. دكتور فوزي، أهلا بك معنا في لايف، وأبدأ معك بداية بعد كل هذه المعطيات واللقاءات والأسبوع الذي مر في العاصمة المصرية القاهرة، ما هي المعطيات القادمة وكيف سيغير ذلك من المشهد الليبي؟ مرحبا بك أولا وكذا الأكارم ومشاهديك. نعم، الحقيقة أنا كل ما ذكرته يعني معطيات موجودة على الواقع الليبي، ومن خلال متابعتنا لوقائع الأزمة الليبية فدائما هناك مستجدات من هذا القبيل، بمعنى التحركات اللي يقوم بها السيد سلامة سواء داخل الوطن أو خارجه غالبا ما تحظى بالمتابعة، ولكن هذه الأيام تكتشف تحركاته أهمية على اعتبار أن هناك وضع أمني أو وضع وطني داخل البلاد ساخن على كافة المستويات. هناك احتمالية أو لا تزال هناك احتمالية للقيام بتحركات عسكرية حول العاصمة أو في العاصمة، فالاتفاق السلام وهش حتى سلامة قال ذلك أكثر من مرة والجميع يعلم ذلك. هناك ترتيبات أمنية وضعت الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الرئاسي أو بإقرار المجلس الرئاسي، أيضا هذه الترتيبات الأمنية تسير على نحو هش وتحتاج إلى دعم كبير، وربما هذه التحركات سواء خارج ليبيا خصوصا في القاهرة ربما تصب
في هذا الاتجاه إذا ما عرفنا أن نعم. هناك أحاديث يعني تقوى كل يوم حول استهداف القاهرة للجهود لتوحيد مؤسسة الجيش الليبي. سبق وأشار أكثر من طرف مسؤول لهذا الأمر، وبالفعل لنا من خلال اتصالاتنا في القاهرة يبدو هناك استعداد بالفعل لعقد جولة أخرى من هذه المباحثات قريبا، وتأتي ربما جولة كما يدعم هذا المسار قبل مؤتمر بليرمو كما أشرتم، وقبل أيضا مؤتمر مهم جدا سيعقد غدا في بروكسل لمعالجة أفق الأزمة الليبية أوروبيا. يعني أعتقد أن التحركات هي يعني ستكون في مثل هذه الأطر متزودة. كل هذه التحركات هل حصد أو ستصب بالفعل في مصلحة ليبيا والمضي قدما في مسار المصالحة الوطنية وإنهاء هذه الأزمة أم لا؟ لا شيء مضمون للأسف. هناك تحركات مشابهة حصلت وكدنا نصل إلى المنتهى أو إلى آخر شيء بالتوقيع أو بالخلاص أو خلوص نتيجة مهمة، ولكن يحصل تأشيل أو يحصل تغيير في المواقف ويعني يحصل أي تعثر مثل ما حصل في مثلا توحيد مؤسسة العسكرية. كان من المتوقع أن يتم أو أن يوقع كود الأطراف في الجولة الأخيرة الماضية لأن الجميع متفق على الأساسيات وكل شيء الآن معد، ولكن طرأ تغير ما فتأجل الأمر إلى ما لا نهاية، نأمل أن تستأنف الأمور مرة أخرى. إذا يعني في واقع الليبي الأمور يعني مش محسومة على الإطلاق، لأن المسألة غير مرتبطة بأشخاص ولا مرتبطة بالواقع المحلي الليبي، وإنما أيضا لدول الجوار ولي الاتحاد الأوروبي أو بالأحرى لبعض الدول الأوروبية كفرنسا وإيطاليا التي طولها دائما في تأخير أو عقلت المسار السياسي. نعم دكتور فوزي، تساؤلات عديدة طرحت بخصوص هذا اللقاء المزمع عقده اليوم، وحسب المصادر أن تمام الرابعة من مساء اليوم سيلتقي سلامة بوزير الخارجية المصري سامح شكري وأيضا أحمد أبو الغيط رئيس الجامعة العربية، إضافة إلى وجود عقيلة صالح في القاهرة ولقاء بسلامة. تحديد هذا الموعد ومكان اللقاء يعني في العاصمة المصرية القاهرة، التساؤلات المطروحة حول هذا الموضوع هو لماذا لم يعقد هذا الاجتماع أو اللقاء في مدينة طبرق أو أي مدينة أخرى في ليبيا؟ لماذا في العاصمة المصرية القاهرة؟ لماذا اختيرت العاصمة القاهرة لهذا اللقاء؟ يعني ربما هناك أكثر من موقع في هذا السبيل. سابقا التقى عديلة وسلامة في القاهرة أكثر من مرة، والتقوا أيضا في طبرق وحتى في القبة، لكن ربما سبب هذا اللقاء لأن الأمر يتعلق بمسائل يتداخل فيها عقيلة مع شؤون أخرى كالشأن العسكري على سبيل المثال. أنت تعلم أن عقيلة رئيس البرلمان يعاني الآن من قضية إصدار قانون الاستفتاء اللي أصدر هذا القانون، ولكن للأسف يحتاج إلى تعديل دستوري، وهذا طبعا العوج هو المشكلة. كان المفروض يصدر القانون بلا حاجة إلى تعديل دستوري، ولكن هذه الأزمة التي أوقعنا فيها مجلس النواب وأيضا رئيسه عقيلة. فأعتقد أن التطور الآن وسبب هذا اللقاء سيكون ما هي خيارات مجلس النواب، هل سيبقى قدما في العملية السياسية باعتماد أسس صحيحة للاستفتاء على الدستور، أم سيظل معرقل لهذه المسألة بأساليب متعددة منها ما يحصل حاليا، أو سيذهب باتجاه تعديلات المقترحة على الاتفاق السياسي التي تؤدي إلى هيكلة المجلس الرئاسي وإعادة تكوينه مرة أخرى. هذا مسار، وهذا مسار مهم جدا يرتبط أيضا مع جهود القاهرة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة الأمنية وصفة القائد الأعلى للجيش الليبي التي يتمسك بها أيضا عقيلة صالح لحد هذه اللحظة. أعتقد من الأمور هتصير في هذا اللقاء. نعم، هذا اللقاء المرتقب بين غسان سلامة وسيد عقيلة صالح، يعني برأيك ما هي أبرز الأجندات التي ستسيطر على هذا اللقاء بغض النظر عن الدستور وأيضا توحيد المؤسسة العسكرية؟ ما هي الأجندات الأخرى التي لربما سيتم طرحها على طاولة اجتماع اللقاء اليوم؟ ولا أنا أتصور يعني أن هذا اللقاء ليس مهما كثيرا، وقد يكون يعني لقاء تشاوري أكثر منه تنجم عنه أي مستجدات. يعني الاتحاد الأوروبي سيجتمع غدا اجتماع مهم جدا، وربما عقيلة مهتم بالعقوبات التي لا زال يقرر الاتحاد الأوروبي عليه، وباعتبار أن السلامة ماشي لهذا المؤتمر يوم الغد من القاهرة، وربما يكون أيضا بعضا من هذا في هذا الاجتماع اليوم. ربما، ولكن أنا برأيي أن عقيلة صالح لا يملك الكثير الآن ليقدمه إلى غسان سلامة. نعم
دكتور فوزي، فيما يخص استئناف اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية، هل سيكون هذا الاجتماع النقطة الفاصلة لاستمرار المشاورات بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية والوصول إلى نقطة النهاية في هذا الملف، أم أن سيتم المماطلة فيه مجددا وتأجيل الاجتماعات مرة أخرى؟ هو الأمر ليس مرتبط بالمحل الأمني بكل تأكيد. لا ينبغي أن نتجاوز أن هناك جهود أخرى، جهود فرنسية وجهود داخلية، بالذات في الملف الأمني. وهذه المسألة متعلقة بالملف الأمني أو بالترتيبات الأمنية، فما لم يكن هناك تنسيق دولي في هذه المسألة فأعتقد أن الأمر سوف يتأخر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الترتيبات الأمنية أو توحيد المؤسسة العسكرية يتطلب طبعا توقيع السراج عليها، وبالتالي يتطلب أيضا موافقة بعض الكتل وبعض الأطراف القوية في الغرب الليبي وفي العاصمة. يعني إذا رفضوا هذه الترتيبات فإن حتى التوقيع الرش عليها سيكون بلا معنى. وفي تصوري أيضا أن هناك بعض العراقيل يعنيها السراج في هذا التبديل يحاول بالسلامة أن ينهيها على أقل خلال هذه الفترة قبل التوقيع، لكن رأوا المقترح بتاع توحيد المؤسسة العسكرية جاهز تماما، وكل الأطراف رضيت عنه سابقا وناقشوه، بقي فقط إقراره. نعم. طيب دكتور فوزي، يبقى معي، يسمح لي أن أرحب بضيفي الآخر من العاصمة المصرية القاهرة، الصحفي المصري أحمد جمعة. سيد جمعة، أهلا بك معنا في لايف. لربما طريقة تغطيتك لهذه الاجتماعات الأخيرة في خلال هذا الأسبوع، وأيضا اللقاء المرتقب بين عقيلة صالح وغسان سلامة، وأيضا سلامة ولقاء مع سامح شكري، كيف تابعت كل هذه التفاصيل والتطورات في العاصمة المصرية القاهرة؟ في البداية، زيارة المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد غسان سلامة وستيفاني ويليامز نائبته، الزيارة بدأت بالأمس بلقاء عدد من المسؤولين المصريين في عدد من المؤسسات اللجنة الوطنية المعنية بليبيا ومسؤولين في وزارة الخارجية المصرية. تم التنسيق والتشاور حول الدعوة المرتقبة التي ستقوم مصر بتوجيهها إلى الأطراف الليبية لاستئناف اجتماعات توحيد العسكري. ولابد من الإشارة هنا، لابد من الفصل أو التفريق ما بين الترتيبات الأمنية وتوحيد المؤسسة العسكرية. هذا شق وهذا شق آخر مخالف تماما للترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس. غسان سلامة جاء إلى القاهرة للتنسيق والتشاور حول انتخاب مجلس رئاسي جديد، وسيلتقي على تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة مع المستشار عقيلة صالح في أحد فنادق القاهرة. أجرى اليوم غسان سلامة وستيفاني ويليامز لقاءات مع الأمين العام للجامعة العربية سيد أحمد أبو الغيط، وتم التشاور حول الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس ووقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، وأيضا تم التباحث في الشق العسكري وضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. اجتماعات العسكريين أعتقد تراوح مكانها، ليس هناك أي جديد في ظل تمسك السيد فايز السراج بمنصب القائد الأعلى للجيش الليبي، وهو الموقف الذي ترفضه بعض الأطراف وتحديدا في الشرق الليبي التي تطلب أن يكون. إذا لن يكون هناك أي نتائج لاستئناف اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية مع استمرار مطالبة السراج بالحفاظ على منصب القائد العام، لن يكون هناك أي نتائج أخرى، فضلا عن أن السيد غسان سلامة يتمسك بإعادة تدوير الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، وألا يتم حل هذه الميليشيات. أنا لا توجد رؤية واضحة لدى البعثة الأممية لكيفية التخلص من حكم الميليشيات، ولكن ما يدري الآن هو محاولة تطويع أو إعادة تدوير هذه الميليشيات واستبدالها بميليشيات أخرى، وأعتقد هذا سيفاقم الأزمة في البلاد بشكل كبير. حتى الآن هناك أنباء تتردد عن أن لقاء سيجمع السيد فايز السراج والمشير خليفة حفتر، حتى الآن لم تتأكد هذه المعلومات، هي مجرد أنباء، حتى الآن لم يتأكد حضور السيد السراج أو المشير حفتر إلى مصر. غسان سلامة زيارته إلى مصر أعتقد هو يريد أن يشرك القاهرة أو ينقل القاهرة رسالة ما خاصة باجتماعاته في أوروبا. هناك رؤية جديدة للدول الأوروبية مخالفة تماما لرؤية دول الجوار، وأعتقد أن غسان سلامة يحاول تمرير هذه الرؤية، لكنه اصطدم برفض مصري لهذا المقترح، لأن مصر تتمسك بتوحيد المؤسسة العسكرية أولا، لأن ذلك سيساعد في تحريك المسار السياسي المتجمد منذ عدة أشهر وحل الأزمة السياسية التي باتت يعني هي المهيمنة على المشهد الراهن في ليبيا، في ظل عدم وجود أي تقدم ووجود أجسام سياسية انتهت شرعياتها بالفعل.
ولا يوجد أي مخرج لهذه الأزمة إلا بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. نعم، دعنا نبقى في ملف توحيد المؤسسة العسكرية سيد جمعة. هذا الاجتماع والاجتماعات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية، من الذي دعا لهذه الاجتماعات؟ وهل تم دعوة فايز السراج لحضور الاجتماعات والوصول إلى القاهرة أم لا؟ حسب المعلومات المتوفرة هذه. بالمناسبة يعني آخر اجتماع عقد في القاهرة كان في مارس أذار من هذا العام، لم يعقد أي اجتماع آخر. ما دعا في القاهرة مجرد مشاورات، لم يتم دعوة الأطراف المشاركة في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لكن كان هناك وفد مصري أجرى مشاورات منذ أسبوعين في العاصمة تونس، كان بخصوص هذا الأمر، تفعيل استئناف اجتماعات العسكريين في القاهرة. لم يتم توجيه دعوة للسيد سراج قسمعيني، لم يتم توجيه دعوة إلى المشير خليفة حفتر، لأن الدول الإقليمية والدول الدولية الراعية أو المعنية بالملف الليبي ترى أن لقاء السيد سراج بالمشير خليفة حفتر لا يحقق أي جديد، طالما الأطراف أطراف الصراع لم تتفق. يعني ما يجري الآن هي محاولة بناء تحالفات من قبل بعض الأطراف، يعني على سبيل المثال المستشار عجيلة صالح يحاول بناء تحالفات مع بعض الأطراف في المنطقة الغربية. هذه التحالفات أعتقد أنها وقتية وزمنية لتحقيق مكاسب بعينها. المشير خليفة حفتر اليوم أشار بشكل ضمني إلى دعمه للجهود الفرنسية، بيان القيادة العامة للجيش الليبي اليوم يؤكد أن الجيش الليبي يدعم التوجه الفرنسي بضرورة إجراء الانتخابات. في المقابل غسان سلامة لا يريد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. طيب سيد جمعة، حسهم عن مع المستشار عجيلة صالح اليوم بسبب عدم صدور قانون الانتخابات. نعم، ابقى معي سيد جمعة فقط قليلا، ودعني أنقل ذات الفكرة للدكتور فوزي الحدار، الصحفي الليبي المستقل والمهتم بالشأن العام. دكتور فوزي، يعني لربما استمعت إلى السيد أحمد جمعة عندما تحدث عن أن لقاء السراج وحفتر لن يزيد شيئا في المشهد الآن، ولربما يضيف تأزم للوضع في ليبيا. برأيك لقاء السراج وحفتر إذا ما تم سواء في العاصمة المصرية القاهرة أم في أي مدينة في ليبيا في المرحلة الحالية ومع كافة المعطيات الموجودة، هل سيكون هناك تغيير في المشهد إذا ما التقوا السراج وحفتر على طاولة واحدة، وسيكون هناك نتائج إيجابية جديدة، أم ستكون كالعادة نتائج على ورق فقط؟ نعم، لحد ما تبدو صورة واحدة، لأن سبق أن التقى الشخصيتين ولم ينتج يعني كثير سوى إبابة الجديد اللي كان حاصل فيما بينهما. لكن بلا تنسيق مسبق فإن هذه مثل هذه اللقاءات لن تؤدي بكل تأكيد إلى نتائج. ينبغي أن يكون هناك تحضير بالفعل يضمن أن تؤدي مثل هذه اللقاءات كلها كأن تؤدي على سبيل المثال إلى توحيد المؤسسة العسكرية وإلى انضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية بحسب يتم الاتفاق عليه. أيضا يمكن ساعتها أن يحترق حتى المجتمع الدولي بالمؤسسة العسكرية، ويمكن أيضا أن تؤدي طلب من السيد سراج حظر رفع التسليح عن الجيوش الليبي. ممكن هذه النتائج التي قد تحصل من هذا اللقاء، لكن لا بد أن يسبقها بالتأكيد ترتيبات كبيرة، وأيضا تكون هذه الترتيبات مبنية على ثقة متبادلة. وأعتقد أن هذه المسألة بالذات الثقة لا تزال فيها اهتزاز كبير بين الطرفين، لأن يعني الكل ما زال يتمسك ببعض المواقف. وأعتقد أن ما لم تلم هذه الأطراف وتتخذ أو تأخذ من مصلحة الوطن العليا هدفا ثانيا تستمر الأمور على ما هي عليه. طيب، أعود إلى السيد أحمد جمعة مجددا. سيد أحمد، يعني الآن هناك زيارة محتملة ومتوقعة حسب المصادر الموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، سيقوم بها المشير حفتر ولقاءه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعلى رأس أجندات هذا اللقاء سيكون الاجتماع المرتقب أو المؤتمر الدولي المرتقب في باليرمو الإيطالية. ما مدى دعم مصر لهذا المؤتمر الدولي الذي سترعاه إيطاليا وسينطلق أو ستنطلق أعماله الشهر المقبل؟ بالمناسبة لم يتأكد بعد أي زيارة للمشير خليفة حفتر، ولم تعلن الرئاسة المصرية مكتب الإعلام بالرئاسة لم يعلن عن أي لقاء مرتقب ما بين الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر. لا أعلم ما هو مصدر المعلومة، لكنها معلومات غير مؤكدة للمرة حتى الآن. مصر لا يعني مصر لا تعارض مؤتمر صقلية، مؤتمر باليرمو المقرر انعقاده 12 و13 نوفمبر المقبل، واعتقد ان هناك تنسيقا وتشاورا يجري ما بين القاهره وروما في هذا الصدد. مصر وايطاليا ينسقان خلال الاشهر القليله الماضيه
لتوحيد الجهود وتكثيف الجهود وتنسيق المواقف لحل الأزمة الليبية، لأن فرنسا عندما تسرعت وقامت بعقد مؤتمر دون التوافق مع الدول الإقليمية أو دول الجوار الليبي فشل هذا المؤتمر، ولم تتمكن فرنسا من حل الأزمة وفشل مؤتمر باريس، وأعتقد أن مخرجات هذا المؤتمر لن تفعل ولن يتم تنفيذها بسبب الأوضاع الراهنة في ليبيا، عدم صدور قانون الانتخابات، قانون استفتاء يشوبه العوار حتى الآن. كل هذه الأمور تدفع نحو فشل المبادرة الفرنسية وإعلان وفاة المبادرة الفرنسية، لذا تسعى إيطاليا بألا يتكرر هذا الخطأ وتقوم بالتنسيق مع مصر وعدد من دول الجوار الليبي. لكن هنا يجب الإشارة إلى النوايا، هل إيطاليا بالفعل تريد حل الأزمة الليبية أم تريد إفشال الدور الفرنسي؟ هناك فرق كبير. هل إيطاليا صادقة في نواياها؟ ولكن سيد جمعة، مؤتمر فرنسا، نعم مؤتمر فرنسا كان هناك ممثلين دوليين سواء من مصر وباقي دول الجوار الليبي وأيضا من ليبيا وباقي دول العالم كانوا موجودين في مؤتمر فرنسا، ولكن نتائج مؤتمر باريس لم تنتج أي شيء، لم يكن هناك أي تنفيذ لهذه النتائج. ما الذي يجعل مؤتمر باليرمو أكثر أهمية من مؤتمر باريس ولربما أكثر إيجابية للنجاح في الوضع الحالي؟ مؤتمر باريس كان التمثيل المصري ضعيف، وكان هناك رفض مصري، والرسالة المصرية الرافضة لهذا المؤتمر تمثلت في التمثيل المصري في هذا المؤتمر، كان تمثيل ضعيفا ولم يكن رفيع المستوى. اجتماع روما، التمثيل المصري سيحدد موقف القاهرة. حسب علمي والمعلومات أن هناك تنسيق وتشاور يجري خلال الأسابيع القليلة الماضية ما بين الخارجية المصرية والخارجية الإيطالية لإنجاح مؤتمر روما، ومصر تدفع لتحقيق مصالح الليبيين وتنسق مع إيطاليا لتحقيق هذه المصالح وحل الأزمة، وليس إعطاء فرنسا أو إعطاء عفوا إيطاليا دور للانتقام من فرنسا أو إقصاء فرنسا. مصر لا تريد أن تكون ليبيا ساحة للصراعات ما بين الدول الإقليمية والدولية، ولكنها تسعى لحل الأزمة الليبية، تسعى لتحقيق تطلعات الشعب الليبي بتوحيد مؤسسة عسكرية، إيجاد مؤسسة وطنية، توحيد المؤسسات السيادية وتحديدا مسرح ليبيا المركزي، وتجديد الشرعيات بمعنى أن يتم إجراء انتخابات تشريعية كي يكون هناك مجلس نواب متكامل، لا يكون هذا المجلس منقسم على نفسه ما بين الأعضاء ما بين طرابلس ما بين برجة. هذه مشكلة كبيرة أيضا تريد مصر حلها، فضلا عن التوجه الأهم أو المسار الأهم وهو انتخاب رئيس لليبيا، وستكون أعتقد أول انتخابات في تاريخ الشعب الليبي، لأول مرة ينتخب الشعب الليبي رئيس له. هذا ما تريد مصر أن يحدث في ليبيا، لا تريد أن تتحول ليبيا ساحة للصراعات. أعتقد أن إيطاليا كان لديها عدم وضوح للرؤية، كانت تسعى لعقد المؤتمر لإقصاء فرنسا ليس أكثر، تحاول إعطاء شرعية أكبر بدعوة الرئيس ترامب أو الرئيس فلاديمير بوتين، لكن أعتقد أن الأمر لن يتجاوز مشاركة أكثر من وزراء خارجية هذه الدول. أتمنى أن يكون إيطاليا لديها نوايا صادقة، ووجهة نظري أن اجتماعات ولقاءات غسان سلامة في القاهرة لم تؤتي ثمارها، ولكنها مجرد مشاورات، وأعتقد أن سلامة فشل في محاولة إقناع القاهرة بالمشاركة في رؤية الدول الأوروبية التي اجتمع معها غسان سلامة خلال الأيام القليلة الماضية، وأعتقد أنه وجد تمسكا مصريا بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية بشكل عاجل وبشكل فوري، لأن هذا هو المخرج الوحيد للأزمة الليبية كي لا يتم إطالة أمد الأزمة، لأن بعض الدول تريد للأسف المتغرة بمعاناة أبناء الشعب الليبي وإطالة أمد الأزمة بإرجاء الانتخابات عام آخر أو عامين لتحقيق هذه الدول مكاسب أكثر وخدمة أجندتها الشخصية. وأعتقد أن الحل بيد الشعب الليبي، الشعب الليبي هو الوحيد القادر على حل هذه الأزمة وحسم كافة هذه الصراعات، وهذا ما يريده كل المواطنون في ليبيا. سيد أحمد جمعة الصحفي المصري كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا ولقبول الدعوة في برنامج لايف، شكرا لك. أعود إليك دكتور فوزي الحداد. يا دكتور، استمعت ربما لما قاله السيد أحمد جمعة بخصوص اجتماع باليرمو، أكرر ذات الفكرة لك لربما نأخذها بوجهة نظر صحفي ومتابع للشأن العام الليبي. هذا المؤتمر وكل هذه الدعايات التي تقوم بها إيطاليا والتحشيد لكافة الأطراف الدولية لحضور مؤتمر باليرمو، ما الذي يجعل مؤتمر باليرمو مختلفا عن مؤتمر باريس وأن له حظوظ أكبر في النجاح ووصول إلى حل في ليبيا، خاصة مع كافة الأنباء الموجودة أو كل الأنباء الموجودة بخصوص أن المشير حفتل لن يقبل الدعوة وبعض الأطراف الأخرى في الأزمة الليبية لن يكونوا حاضرين؟ والله أنا أتصور أن المؤتمر الإيطالي لن يكتب له كبير النجاح، سيكون مصيره كمصير المؤتمر الفرنسي.
بسبب يعني واحد ربما في غاية الأهمية، هو أن باريس يعني عملت نفس المؤتمر وحشدت الأطراف الليبية كلها. فمن يوم التالي عبرت إيطاليا على إفشال هذا المؤتمر ونجحت حتى الآن. إيطاليا الآن تريد أن تعمل نفس الشيء. فرنسا بكل تأكيد بما لها من ثقل وهو أكبر بكثير من الثقل الدبلوماسي الإيطالي سواء في العالم أو حتى في أفريقيا. بالتأكيد أكيد لفرنسا ويعتبر العضو في الأمم المتحدة القدرة على إجهاض حلم الإيطالي في هذا المؤتمر. فرنسا دعمت مؤتمرها بقرار مجلس الأمن باعتباره عضوا فيه. وإيطاليا لم تستطيع أن تفعل ذلك بوجود فرنسا العضو في الأمم المتحدة. بالتالي سيكون هذا المؤتمر يبقى مجرد بشيء أو مجرد يعني ورقة مناظرة أو مؤتمر مناظر لما حصل في باريس. كنت في شرط المؤتمر ونحن شلنا في المؤتمر ونبدو مجدين. أعتقد أن هذا هو ما سيحصل. يعني مؤتمر باليرمو سيكون كثير. فقط بروباغاندا إعلامية دكتور فوزي. أنا هذا ما أراه. وتسويق للعلاقات الإيطالية وتدخلها في ليبيا فقط. هذا ما أرى بالنظر إلى ما حدث لمؤتمر باريس. باريس لا يمكن أن تنسى صارها غير سوف تسعى لإفشاله بأي شكل من الأشكال. وحتى هناك لو تسمع أو تشوف الصحافة الإيطالية والفرنسية فيها كثير من مثل هذا التلاقح ومثل هذا الكلام. ما دعا حتى وزراء كبار في إيطاليا إلى القول أن هذا المؤتمر بلا جدوى، ولا زال بعض الوزراء يكررون هذا الكلام. يعني حتى الأمس يقولون أن مؤتمر إيطالي ليس له جدوى كبيرة إلا إذا كان حصل اختراق كبير في علاقات البلدين إيطاليا وفرنسا وتم الاختئام على هذا النحو. طيب دكتور فوزي، مع كل هذا الخضم الإعلامي والدعايات لمؤتمر باليرمو ومؤتمر باريس والصراع الفرنسي الإيطالي والتدخلات الخارجية وفرنسا مع روسيا ومع أمريكا ومع بريطانيا وغير ذلك من كافة الأطراف الدولية التي تدخلت في الشأن الليبي، إلى حد الآن لم نسمع أي تعليق سواء من المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة أو يعني المشير خليفة حفتر. كل هذه الصراعات الموجودة بشأن الأزمة الليبية، ولكن أطراف الأزمة الليبية في هدوء تام، ليس هناك أي تصريحات لا عن حضور المؤتمر أو مؤتمر باليرمو، لا عن وجود أي حلول في الأفق لهذه الأزمة. لماذا كل هذا الصمت من الأطراف الليبية؟ يعني هذا سؤال يدور في أذهان كل الليبيين حاليا، لماذا كل الصمت الموجود من أطراف الأزمة الليبية وكل الصراعات تدور حول هذه الأزمة؟ هو صمت العاجز أخي طه. نحن في ليبيا فقدنا القرار الوطني منذ أن تأخر الليبيون وأصبحوا لغيرهم المجال، أقصد بالأجانب من كل مكان. كان بإمكان مجلس النواب أن يبادر عندما كانت عنده المبادرة. كان بإمكان أيضا الجيش الليبي عندما كانت مع هذه المبادرة في وقت من الأوقات. معظم الأطراف جاءتها الفرصة ولكنهم أضاعوا فرصة تلو الفرصة. الآن في ليبيا الآن ليس هناك أي شخصية أو أي كيان يملك القرار الوطني المؤثر في حد الأزمة الليبية، وبالتالي هم صامتون. هم فقط يفعلون أو يقومون بردات فعل عما يقوم به العالم للأسف الشديد في حالات الأزمة الليبية. نعم دكتور فوزي الحداد الصحفي الليبي المستقل، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا ولقبول الدعوة. إذا كما استمعتم مشاهدينا، اجتماعات مرتقبة في العاصمة المصرية القاهرة بين غسان سلامة وعقيلة صالح، وأيضا زيارات متوقعة للمشير خليفة حفتر للعاصمة المصرية القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. انتهى الجزء الأول من برنامج لايف، بعد الفاصل نبدأ النقاش في الجزء الثاني، ابقوا معنا. أهلا بكم الجديد مشاهدينا في لايف. وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أصدر تعليمات لرئيس فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي المقدم أسامة الدرسي بحالة 416 قضية تزوير في الرقم الوطني للنيابة العامة. الدرسي قال أن تعليمات الوزير جاءت للعمل على تدقيق الهوية الليبية والأرقام الوطنية والحفاظ عليها، وأيضا هذه الإجراءات سارية على قدم وساق. أكد أن عدم التهاون في هذا النوع من القضايا، كما تم استعراض آليات إحالة قضايا التزوير إلى النيابة العامة للتحقيق فيها تمهيدا للفصل فيها من خلال القضاء، إذ تعتبر هذه القضية من القضايا التي تمس الأمن القومي الليبي.
إذن سيكون معنا حول هذا الملف رئيس مصلحة الأحوال المدنية المقدم أسامة درسي، ريثما يجهز الاتصال. فقط اختصار لما تبعنا في الجزء الأول من هذه الحلقة بخصوص الاجتماعات السارية في العاصمة المصرية القاهرة بين كافة الأطراف الأزمة الليبية واللقاءات المرتقبة للمشير خليفة حفتر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى وصول غسان سلمة إلى العاصمة المصرية القاهرة ولقاء بوزير الخارجية سامح شكري، إضافة إلى لقائه مع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية لمناقشة آخر تطورات المشهد الليبي، إضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى مؤتمر باليرمو المزمع خلال الشهر المقبل. إذن رئيس مصلحة، ننتقل إلى جزء هذه الحلقة وملف هذا الجزء. ينضم معنا عبر الهاتف من مدينة بنغازي المقدم أسامة الدرسي رئيس مصلحة الأحوال المدنية. سيادة المقدم أهلا بك معنا في لايف وشكرا لقبول الدعوة. بعد إصدار هذه التعليمات من وزير الداخلية، ما هي الآلية التي ستتبعونها في فتح هذه القضايا ونقلها للنيابة والتحقيق فيها الآن؟ مقدم أسامة أهلا بك سيد مقدم، سيادة المقدم في لايف، سألتك بعد هذه الإجراءات والتعليمات التي أصدرها وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، ما هي الآلية التي ستتبعونها لتنفيذ هذه التعليمات وفتح هذه القضايا لدى النيابة؟ أول حاجة بحاجة لكم السمعين، نعم، تبع الخطوات التعليمات الصادرة من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس المصلحة بالتعليمات الذاتية منهم، ويتم التنفيذ بالتقييد وال وبالإجراءات القانونية بالتعليمات. كيف تم تزوير هذه الأرقام الوطنية منذ البداية سيد سامح؟ التزوير طبعاً التزوير عن طريق السواق، طيب التزوير عن طريق الجنسية في إضعاف النفوس للناس. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع المقدم أسامة الدرسي، ريثما يعود معنا سيد أسامة الدرسي. ملف تزوير الأرقام الوطنية انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة بعد تصريحات عديدة من المسؤولين تقول بأن هناك أرقام جديدة والتعداد السكاني الليبي فاق مئات الألاف من الأرقام الوطنية المزورة، خاصة في سجل الانتخابات في الآونة الأخيرة، إضافة إلى ذلك أن مصلحة الأحوال المدنية سواء في طرابلس أو في بنغازي بدأت بالفعل بالتحقيقات في معرفة هذه الأرقام المزورة والتي انتشرت بشكل كبير، خاصة مع وجود التنظيمات الإرهابية سواء في مدينة بنغازي ومدينة سرت. في الآونة الأخيرة تمت سرقة العديد من الجوازات الليبية وأرقام الوطنية الليبية، إضافة إلى أن السجل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يعني أصبح مخترق مع وجود كل هذه الأرقام الوطنية لغير الليبيين الموجودين في ليبيا والذين تمكنوا من الحصول على أرقام وطنية. تعليمات السيد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم وشناف ضمت تعليمات صدرت لرئاسة مصلحة الأحوال المدنية للنظر في كل هذه القضايا إضافة إلى فتح التحقيق في باقي الأرقام الوطنية، إضافة إلى أن هناك اجتماعات حول تفعيل الرقم الإداري للليبيين العائدين إلى ليبيا، ريثما يتم نقلهم من الرقم الإداري إلى الرقم الوطني حسب الإجراءات التي قررتها وزارة الداخلية وأيضا مصلحة الأحوال المدنية في كافة ليبيا. إضافة إلى ذلك إجراءات أو تعليمات الوزير كانت بخصوص تدقيق الهوية الليبية والأرقام الوطنية والحفاظ عليها بشكل كامل، لأنها قضية تمس الأمن القومي في ليبيا، ومع انتشار التزوير في الآونة الأخيرة يبدو أن هذه الإجراءات ستكون صارمة بشكل كبير في هذه الفترة. كما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالفعل مع المقدم أسامة الدرسي، ولكن دعونا نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا ونعود. نعم أوكي، يبدو الاتصال جاهز مع المقدم أسامة الدرسي رئيس مصلحة الأحوال المدنية. أهلا بك من جديد سيادة المقدم، وعذرا على هذا الخطأ التقني الذي حدث. مع هذه القضايا التي ستنقلونها إلى النيابة العامة، سألتك الآلية التي ستقومون بها إضافة إلى التحقيقات في باقي الأرقام المزورة، لتحدث بالأرقام قليلا، ما هي أو كم عدد الأرقام المزورة الموجودة بالفعل في المنظومة الآن؟ أولا لا يستطيع أحد أن يحدد الأرقام المزورة اللي هي الأرقام الوطنية. التزوير هو تزوير عشوائي للأنفس المريضة، لأما الناس اللي في الجوازات وفي مصلحة الأحوال المدنية
يتولوا التزوير بطريقتهم وبمعرفتهم عن طريق المال من المال. كان اجتماعنا مع السيد معالي وزير الداخلية وتوجيهات من السيد رئيس المصلحة. نحن قمنا باكتشاف 416 حالة تزوير في بنغازي من جنسيات من سواق قيد ومن الأرقام الوطنية عن طريق صورة إسكان في التزوير. نعم. هناك آلية في الاجتماعات التي عقدتموها مؤخرا سواء في الجنوب أو أيضا في بنغازي عن تفعيل الرقم الإداري، لربما تضع المواطن في الصورة عن أهمية الرقم الإداري وأيضا كيف ستكون آلية تفعيله وتنفيذه في ليبيا الآن. طبعا بالنسبة لما يخص الرقم الإداري، هذا الشق يعني ابتدى من جديد عن طريق السيد رئيس المصلحة وبدأ فيه عن طريق المنطقة الجنوبية وبعدين ننتقل مرحلة مرحلة للمنطقة الشرقية ثم المنطقة الغربية لتفعيل الرقم الإداري، وهذه جزء من الإنجازات التي هي إنجازات الحرص والحرص على عدم التزوير وعدم إقفال الأرقام الإدارية بطريقة عشوائية سابقة اللي كانت من قبل قدوم رئيس المصلحة الحالي. طبعا لما تم تفعيل جهاز المباحث في منطقه بنغازي تم اكتشاف العديد من التزوير ومن الاجراءات الخاطئه للناس اللي هي لا تدرك ولا ترعى شيء من الهويه الليبيه ولا يهمها ان الهويه الليبيه ولا لها اي معنى بالنسبه لهم، هم يعني المبالغ الماليه ولا التزوير فقط حتى يتمكنوا من الحصول على المبالغ. نعم. تم اكتشاف القضايا عن طريق جهاز المباحث وعن طريق اعضاء وضباط التحريات في جهاز المباحث في بنغازي، وتم عرض عن النيابه العامه وتم ايقاف تم ايقاف يعني قبض عليه قبض، والمعالي وزير الداخليه والسيد الحكم المؤقته يتابعون عن كثب وعن قريب طرق الاجراءات اللي يقوم به اداره المصلحه التحويليه في رمضان. نعم. سياده المقدم، كم ستستغرقون من الوقت لانهاء هذه القضايا وانهاء التحقيقات او نهايه التحقيقات فيما يخص التزوير في الارقام الوطنيه في مدينه بنغازي او في باقي المناطق التابعه لكم؟ والله بالنسبه لنا نحن كمدينه بنغازي وما يدفع من بنغازي بنغازي كبرى، نحن نعتبره يعني جزء كبير يعتبر مضيف عندنا من ناحيه الاحوال المدنيه فتره سنه يعني الحمد لله، ويعني ما نشارك بالنسبه لبنغازي من الوقت الحالي يعتبر ما عادش في الفوضى الاولى والاجراءات الخاطئه الناس اللي هم كانوا مستغلين وكانوا يستغلوا المصلحه الحوار المدنيه، اظن تم انهائهم نهائيا بالنسبه للمصلحه الحوار المدنيه بالضبط. نعم. رئيس مصلحة الأحوال المدنية المقدم أسامة الدرسي، يكتفي معك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم في حلقة لايف وعلى ما تفضلت به وقبول الدعوة لحلقة لايف، شكرا جزيلا لك سيد المقدم أسامة الدرسي. مشاهدينا هذه الحلقة مستمرة، ابقوا معنا. شديد تعانيه العاصمة ينذر بكارثة بيئية في ظل تقاعس المسؤولين ولا مبالاة من التنفيذيين، والعاصمة غارقة في كومة من المخلفات. التقرير يرصد التفاصيل. اهتمام كبير تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول زيارة عميد بلدية طبرق لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الذي تم فيه طرح مشكلة المدينة التي تبعد حوالي 1500 كيلومتر عن العاصمة. السراج وعد باهتمام أكثر للمدينة واعدا بتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين فيها، على أبرزها ملف القمامة الذي أرق طبرق وسكانها. ربما باهتمامه هذا تناسى السراج المدينة التي تقع فيها مقر حكومته طرابلس، حيث تتكدس فيها القمامة في كل مكان في الشوارع والأزقة وأمام المنازل، مشوهة جمال المدينة، كما يربط المواطنون ظهور أمراض جلدية إلى وجود الحشرات التي جذبتها القمامة في ظاهرة تنذر بكارثة بيئية لا تحمد عقباها.
وعد السراج لطبرق كبير ومهم، لكن آلية التنفيذ تظل اللغز. فكيف إذا كانت مدينة مقر حكومته بهذا الشكل بدون حلول؟ فأين سيجد حلول لطبرق في ظل غياب الإمكانيات؟ عبر الهاتف ينضم معنا سيد أحمد أو الدكتور أحمد الجراري، رئيس ومدير إدارة مكافحة الأمراض المشتركة في مركز مكافحة الأمراض السرية. دكتور أحمد أهلا بك معنا في لايف. لربما تضع المواطن في الصورة مع انتشار البعوض وكل الحالات التي تم تسجيلها في المستشفيات والتي فاقت 300 و400 حالة حتى الآن، كيف تعلق على ذلك وما هي طريقة الاحتواء؟ السلام عليكم، بارك الله فيكم على الاستضافة. وبالنسبة للموضوع زي ما قلت أنت موضوع مؤرق، موضوع يهم الصحة العامة. احنا في المركز الوطني عارفين نهتم بالصحة العامة في كل ربوع ليبيا. بالنسبة لنا احنا كإدارة مكافحة الأمراض المشتركة، العمل على هذه الآفة أو البعوضة هذه من حوالي 3 سنوات، دايرين دراسات وإن شاء الله العمل هو آخر العام هذا حتكون النتائج. بالنسبة لدراستنا احنا من ناحية البعوضة وتصنيفها ولكن انتشار البعوض في الاونه الاخيره لم يكن بهذه الدرجه، يعني الفتره الاخيره زاد الموضوع عن حده، لم يكن كما كان في السنوات الماضيه، وهناك اضرار فعليه تحدث، يعني هناك حالات سجلت في المستشفيات بسبب لساعات البعوض الان. اي تمام. بالنسبه لموضوع تدخلتنا مسترشد فيه هو كامل. نعم تفضل. بالنسبه لموضوع البعوض وكثره العمى، طبعا هو العام هذا اكثر من العام الماضي، والعام الماضي سمحني اقل شويه من العام اللي قبل. الكثره هذه طبعا الموسم هذا هو موسم تكاثر البعوض هذه. هذه بعوض اصلها من اوروبا. بالنسبه لنا احنا كدراساتنا والدراسات العالميه يقول ان ما فيش مرض يضر بصحة المجتمع تنقله، وحاليا لله الحمد ما فيش حاجة أثبتتها الدراسات إن في حاجة نقلتها البعوضة هذه أو مرض خطير أو أي شيء. كل ما هنالك التحسس في جسم الإنسان من لعاب البعوضة هذه هو هذا سبب المشكلة. وطبعا هنا يجي دور المناعة للشخص أو الإنسان التي تتفاوت من شخص إلى آخر. يعني نضرب لك مثال، في اللي تقرص البعوضة يبدأ في مكانها صفح أو نديولة صغيرة هي اللي احنا نقول لها حبة صغيرونة وعنها صفح حكة شديدة فقط. فيه اللي تعطى البعوضة ويسبب صفح أكبر شوي وينتشر في مثلا اليد كاملة أو القدم أو الرأس. نعم. هذا يحتاج لشوية عناية وشوية احتياطات. وطبعا كل الحالات اللي سجلت حالات زي ما قلت لك بالشكل هو عباره عن حكه شديده، وهي بصفه عامه بس نعاود البعوضه نفسها هي في المحيط العالم كله البعوضه المزعجه نوزيانس مسكيتو، فهي مزعجه اكثر منها اي حاجه ثانيه تسبب اي مرض او اي حاجه. نتو الحمد لله ما سجلناش حالات خطيره، كل الحالات اللي تم عباره عن زياره تاخذ حبه المضاد الحساسيه او كثير ممكن لو كان الحاله سيئه شوي زي ما قلت لك على حسب المناعه يحتاج لفتره الكورتيزون هذه وينتهي الامر. نعم. وانا حنشد عليكم من ناحيه ان موضوع الاهتمام بالبيئه هذا عامل معروف في العالم كله، ان البيئه لها اثر في هذه الحشرات كل الافات. ف ان شاء الله المسؤولين في الجهات المختصه في البلدية وغيرها يهتموا بموضوع القمار ويحلوا المشاكل أول بأول. بالنسبة لنا احنا في المركز الوطني حاليا كان فيه خطة ان احنا نديروا تدخل، لكن للأسف نظرا لعدم قدرة الشركة، نظرا لخوفا من احتياطات أمنية، فما وفقناش ان الشركة ما تبدأ العمل المفروض تبدأ اليوم. هو كان الاتفاق ما تبدأ اليوم العمل في ناحية الضغط والرش بالطرق بإشراف المركز الوطني، وإحنا في مساعي جادة نحفظ ونشوف نحاول نحفظ شركة ثانية. نعم. ورب يفتر إن شاء الله. دكتور أحمد الجراري مدير إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بمركز الأمراض السرية في العاصمة طرابلس، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا وتوضيح الصورة للمواطن. شكرا لك دكتور أحمد. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لايف، شكرا لكم للمتابعة والشكر موصول إلى كافة الضيوف الذين كانوا معنا اليوم في حلقة لايف. شكرا لكم على المتابعة. تنميرتي.